وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري صلاح الدين الحموي. أهلا ومرحبا بك سيد صلاح الدين. بداية، إلى أي مدى ترى صحة تصريح ممثل واشنطن في سوريا جيمس جيفري بأن الوجود الإيراني ساهم في انتشار تنظيم الدولة في سوريا؟ تحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين. حياك طبعا الله. أنا أؤكد هذا الكلام، أن الوجود الإيراني ساعد بل مول بل نظم ورتب مجموعات كبيرة من داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية للدخول إلى سوريا. هذا الموضوع يعني تقريبا متفق عليه من جهات كثيرة، متوافق على هذه المسألة على أن إيران لعبت في ورقة ما يسمى الإرهاب التي هي صنعتها وأثرت بها تأثيرا كبيرا، كما فعلت في العراق الحقيقة. يعني هذه العملة القذرة التي استخدمتها في العراق كذلك استخدمتها في سوريا. لكن يعني أن يكون هذا التصريح من الولايات أو من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، أيضا التوقيت كيف تقرؤونه؟ يعني الأمريكيين مع الإيرانيين الفترة الماضية كلها توجد مناوشات وتصريحات ثم تصريحات مضادة، يعني عبارة عن معركة إعلامية. هل ستتطور حتى تصل إلى مرحلة معينة؟ يعني هي قائمة الحقيقة، كل طرف يبتز الطرف الآخر ليوصله إلى شيء معين. وضمن هذا السياق أنا أفهم هذه التصريحات الأمريكية الآن، هي حالة تصعيد عالية المستوى، لكن حتى الآن لا تتعدى التصريحات الإعلامية فقط. هناك حديث عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع إيران في سوريا. برأيكم، هل تصريح جيمس جيفري يمثل الشكل الذي اعتمدته الولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الإيراني؟ يا صديقي العزيز، بالنهاية الولايات المتحدة هي مؤسسة وتحكمها مؤسسات ويحكمها قرار مؤسسة. نعم. التصريحات العابرة يعني لا يعول عليها كثيرا. بالنهاية حتى لو اختلفوا فيما بينهم، القرار في النهاية للمؤسسة، فإذا ما اتخذ قرار للمؤسسة يلتزم به الجميع ويدافع عنه الجميع ويسعى لتطبيقه الجميع. الظاهر العام من نفس الإدارة الأمريكية الحالية والمتعاطفين معها، يعني فيما يبدو كما قلت لك إعلاميا، هم في حالة تشنج بالموقف تجاه القضية الإيرانية وتواجدها في سوريا أو في العراق أو في المناطق الأخرى. طيب. لكن بالمحصلة هذا الكلام الذي أحدث ضجة خلال سنوات لم نرى خطوات فعلية على الأرض تمنع التواجد الإيراني لا في اليمن حوثيين ولا في لبنان حزب الله ولا في سوريا عشرات الميليشيات ولا في العراق. الحقيقة أمريكا استخدمت الإيرانيين للدخول إلى كثير من الملفات، ابتداء من إيران من أفغانستان إلى كثير من المواطن، في تنسيق خفي ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة الملالي في إيران. وهذه تتبعاتي من خلال السنوات الأكثر من 10 سنوات الماضية. طيب، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتمدت قرار مواجهة إيران، يعني كيف ترون سبل هذه المواجهة؟ وهل تعتقدون أن قنوات اتصال أمريكا بالجيش السوري الحر سوف تعود من جديد؟ والله وارد هذا الكلام ومتوقع، لكن يعني حتى نكون صريحين، حتى في الدعم الموجه للمعارضة السورية والجيش الحر من قبل الأمريكيين في الفترات الماضية لم يحملوا الطابع الجدي الذي تؤول نتائجه إلى تغيير بنظام الحكم. فورد تكلم بشكل مطلق الصراحة، قال لا نسمح لكم بإطلاق
انتقاد بشار الأسد. هذا الكلام كان واضح جدا من خلال تصريحات المندوبين الأمريكيين على مر سنوات طويلة. وبالتالي هذا الواقع. عضو الهيئة السياسية لائتلاف الوطني السوري صلاح الدين الحموي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.